احنا محتفظين يعني ايه بالسريه التامه. عايز اسالك، من سنتين شفنا كابتن محمد الشناوي، هو ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين المخلصين المخلصين، محمد الشناوي من سنتين جاله عرض من بيراميدز كبير علشان ينتقل بيراميدز، وكان في مفاوضات، عارف الرقم طبعا. يعني حاجه قريب يعني اتقال لي رقم كده من كذا حد، يعني 25 مليون في السنه. يعني ما اعرفش، بس أنا هو بقول لك 25 مليون في السنه كان لمحمد الشناوي عشان ينتقل لبيراميدز. هو الشناوي انا عارف ان هو رفض، او مش رفض يعني، قال للبيراميدز وقتها كلمه النادي الاهلي، النادي الاهلي هو المسؤول عن الكلام ده. الشناوي انا جددت معاه برضه السنه دي في شهر 7 اللي فات. كان هو وسعد سمير كانوا مع بعض. كان سهل جدا، سهل جدا جدا جدا، هما الاثنين يعني كانوا قاعدين، بصوا يا جماعه احنا هنعمل 1 2 3، انت لعبت قد ايه، شاركت في قد ايه، وضعك في المنتخب عامل ازاي، في الاهلي عامل ازاي، هتاخد كذا بس. سعد سمير والشناوي الامور كانت سهله جدا، فاهمني. والشناوي برضو من اللعيبه ان احنا اتعدل عقدهم كذا مره، هو جه من 4 سنين اتعدل مرتين عقده كويس تمام. جزء هو طبعا هو بيكون عايز ماليا يكون بيتقدر طبعا، بس الجزء الاساسي ان احنا اللي عايزين نقدره ماليا برضو. النهارده الشناوي الله اكبر عليه، انت بتتكلم كابتن النادي الاهلي، جون منتخب مصر، لعب كاس عالم، دلوقتي كاس عالم انديه، جون خلاص وصل لليفل ما شاء الله مختلف خالص عن الاجوان اللي حواليه في مصر كلها، فلازم يكون ماليا احنا بنقدره. فبرضه الشناوي من اللعيبه ان احنا من نفسنا كلمناهم، يا شناوي كان فاضله 30 في عقده كويس قوي، فقلنا له شناوي لا احنا ماليا هنقدرك وهنمد، يعني فاهم قصدي، نفس الفكره برضه. وده بيديك استقرار، وكمان النادي الاهلي يعني واللعيب مش محتاج ان العقد يخلص، ده انت في وسط العقد وهو شغال، اداء اللاعب بتجدد بيديك استقرار فني وفي اوضه اللبس مع اللعيبه، واللعيب يحس بالامان برضه. اللعيب يحس بالامان ان هو عارف ان هو النهارده هيدي برقم، اول ما اللعيب يكون بيشتغل او يادي بشكل كويس، النادي من نفسه النادي بيكلمه عشان يعدل فلوسه على طول.